السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة الانفجار التقني مستر بوم تيك. موضوع حلقتنا النهاردة عن فيديو كنت نشرته قبل كده في القناة القديمة اللي هي قناة أرابز تيوب بعد ما اتقفلت طبعا. في فيديو كان ناس كتير قوي طلبوه مني ان انشره مرة تانية على قناة مستر بوم تيك الانفجار التقني، وانا وافقتهم على ان انشره مرة تانية. هو الصراحة فيديو جميل جدا عن 5 طرق اتحداك انك تكون عارفها انك تربح من 500 الى 1000 دولار يوميا. ايوه يوميا، من 500 الى 1000 دولار. نسيبكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة أرابز تيوب. في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن 5 هوايات تقدر تربح من خلالهم ما يقارب من 500 إلى 1000 دولار. خليكم معايا ونبدأ في أول هواية. أول موقع معانا اسمه Etsy.com، الربح عن طريق التصميم. بتفهم في الفوتوشوب، دماغك نظيفة وبتقدر تجيب تصميم كويس، عندك أفكار حلوة. لو فيك أي حاجة من اللي أنا ذكرتها دي يبقى أنت ممكن تبيع تصاميمك في Etsy.com وتحدد السعر المناسب. نخش التسجيل عشان احاول اختصر في الموضوع. موقع Etsy.com، ادي واجهة الموقع Etsy.com لبيع التصاميم، ونضغط على register عشان نسجل في الموقع. تمام، هنا بيقولك first name، اكتب اسمك الاول، واللاست نيم اسمك التاني، ونختار نوعك يعني ولد او بنت، وهنا الايميل بتاعك والباسورد وتعيد الباسورد، ونكتب اليوزر نيم اللي تحب تخش بيه في الموقع، واضغط هنا على علامة صح، وبعد كده اعمل ريجستر. انا مثلا هخش عن طريق الفيسبوك. بيقول لي اختار باسورد مثلا، وهنا ده اليوزر نيم بتاعي، وهنعمل ريجستر. هنقول له ريميمبر. بيقول لي انا بعت لك ايميل ومش عارف ايه. قول له ماشي خلاص تمام. زي ما انتم شايفين ده الموقع بيبيع اي حاجة عادي جدا، لبيع المجوهرات والهوم اند ليفنج اللي هي الغرف المعيشة، يعني اللي هي مثلا الحاجة اللي بتقعدوا عليها مثلا في غرفة المعيشة، اللي هي مثلا كرسي حاجة زي كده. وهنا الكرافت، يعني ده مش موضوعنا النهاردة، دي حاجات الحفلات مش عارف ايه، تويز العاب وحاجات كتير ممكن تبيعها وممكن تشتريها من هنا. لكن احنا اللي يهمنا sell on Etsy. بحاول اختصر على قد ما اقدر عشان الفيديو ما يعديش الى 15 دقيقة. تمام، open your Etsy shop. تمام، زي ما انتم شايفين shop language، انت هنا بتختار اللغة، تالي هتختار الانجليش. شوب كونتري بتختار بلدك، شوب كارنسي بتختار العملة اللي هتبيع بيها. تمام، سيلينج از ماي فول تايم جوب، يعني بتختار واحدة من دول، دي اللي بيقولك يعني ان انت شغال كده، شغال بياع وكده، يعني انت مثلا تختارها وتعمل سيف اند كونتينيو. تمام، انتر يور شوب نيم، انت كده بتفتح محل في الموقع، مثلا اسميه Arabs Tube. هنعمل save and continue. هنا بيقول لك عايز تبيع ايه، هنعمل add. اتفضل، بيقول لك حط الصورة التصميم اللي انت عايز تبيعه. تمام، هنا تحط صورة التصميم اللي انت عايز تبيعه، وليكن الصورة دي، ممكن تحط اكتر من التصميم طبعا. تمام، هنا تحط title، تحط اي اسم، عشان طبعا مش هنكمل بقى في الموقع عشان ايه، انا تلاب يعني هو ده الموضوع كله. تعمل سيف اند كونتينيو وبعدين فينش. تمام، وبتشوف هنا بتختار وسيله الدفع، وبعد كده في الاخر بتعمل فينش وخلاص. يعني هو ده موقع سهل. هنا بتكتب هو ميد ات، يعني مين اللي صنعه. اي ديد، يعني انا اللي صنعته. وات از ات، ا سبلاي اور تول تو ميك ثينجز او ا فينيشد برودكت. انت هنا بتختار مثلا ا فينيشد برودكت. وين ديد يو ميك ات، صنعته امتى او عملت التصميم ده امتى. تختار طبعا مثلا في الوقت اللي هو من 2010 2016 made to order، عملته النهاردة عشان ابيعه. تمام، ده عبارة عن ايه، انت بتختار بقى، عبارة عن تصميم accessories art and collectibles bags and purses، بتختار بقى المجوهرات
اختصاص من الاختصاصات اللي قدامك دي. تمام، هنا بتختار طبعا العملة او المبلغ، مثلا انا هبيع $50، والكوانتي اللي تخليها واحد، اللي هو يعني الواحد بكام اعتقد يعني. وهنا بتكتب الديسكريبشن بتاع الموقع، يعني اللي هو بتكتب الديسكريبشن بتاع اللي انت عايز تبيعه، تكتب الديسكريبشن بتاع الشيء اللي انت او التصميم بتاعك، تكتب اي حاجة بقى عن التصميم او كل حاجة عن التصميم. وبعد كده بتملى كل البيانات، يعني هنا ما فيش اختيارات فيها، وبالتالي يعني الاختيارات كلها مش يعني مش صعبة ان حد يعملها. مش عايز اطول الفيديو، بس هتسيبه قد ايه في الموقع، مش عارف ايه حاجات زي كده يعني. يا جماعة لك الدولار بكام، مش عارف ايه، عشان يعني يحسبوا لك لو حد عايز يشتريه من مصر. بعد كده بتعمل سيف اند كونتينيو، وبكده يكون انت عملت شوب ليك في الموقع. طبعا لازم تعمل اللي هو تأكد الاكونت، بتعمل كده اكونت ليك في الموقع او بتعمل محل ليك في الموقع، تقدر تعرض عليه مبيعاتك كلها او تصاميمك كلها، وبتقدر طبعا تحط المبلغ اللي انت عايزه. ده كان اول موقع معانا، etsy.com. تاني هواية، التصوير الفوتوغرافي، شاتر ستوك. معاك كاميرا بتعرف تصور، يبقى انت كده مؤهل لربح مئات الدولارات يوميا مع شاتر ستوك، اللي بيتيح لك نشر صورك على الموقع وبيبيعها ليك، وانت بتاخد نسبة من الارباح من 70% إلى 80% من الصفقة. نخش بشرح الموقع شاتر ستوك، وهو موقع لبيع الصور الفوتوغرافية. دي واجهة الموقع، نضغط على ساين اب ناو، بنكتب هنا اسمنا. تمام، هو هنا عاد الاسم مش مشكلة، ده اليوزر نيم يعني اكيد. وهنا بنكتب باسورد وايميل، بعد كده ماشي. تمام، وبعد كده نضغط على نيكست، هنشوف الرسالة اللي جت لنا بسرعة. اختصر على قد ما اقدر، هنضغط هنا نيكست. طبعا هو بيطلب منك المعلومات دي، ماشي حالك كده. تمام، بيقولك حط صورة، هنحط صورة. حاضر، يعني بيحاولوا يأخرونا بأي طريقة. كونفيرم. تمام، جو تو يور داشبورد، بيقول لي هنا لو عايز تبيع يعني حاجة دلوقتي اضغط هنا بس. تمام، اعتقد ان الموقع واضح، وموقع فيه كل حاجة. ان سايت اللي هي ايه، اللي هي الاحصائيات بتاعتك، هنا بيقول لك انت معاك كام، يعني موقع واضح واضح واضح. ونضغط هنا على ابلود، عشان طبعا نرفع صورة ونحاول نبيع الصور على الموقع. نعيد شرح الموقع تاني، الموقع يا جماعة بتبيع صورة فوتوغرافية. تمام، يعني انت بتختار صورة فوتوغرافية انت صورتها وبتيجي تبيع. تمام، صورتها بكاميرا، صورتها بتليفون، المهم انها تكون صورة احترافية و يعني تكون صورة كويسة عشان الناس تشتريها. يعني تحط نفسك مكان اللي بيشتري ويخش يشوف الصور. طبعا انواع الموقع زي ما انتم شايفين، ترتيبه 231 على اليكسا او على العالم، فيعني ما تقلقش من ان الصور بتاعتك مش هتتباع، لا هتتباع، وما تخافش من الناس كتير قوي هتشوف الصوره اللي انت هتحطها، بس تميز عن الاخرين حتى تاتيك الف واحد بمعنى اصح يعني. تمام، فهنرفع الصوره ونضغط على ستارت على طول، و ترجع هنا تشوف الايرنينجز وتشوف حد شاف الصورة بتاعتك ولا لا. وده كان تاني موقع. تالت طريقة معانا النهاردة، break.com، عمل الفيديوهات. عندك قناة على اليوتيوب او معندكش، بتعرف تصور فيديو احترافي، عندك موهبة في شيء معين، يعني دمك خفيف وتقدر تضحك الناس، لو عندك حاجة من اللي قلتهم دول يبقى انت مؤهل لربح $100 على كل فيديو هتبعته لموقع break.com. باختصار انت بتحط الفيديو بتاعك على اليوتيوب عادي جدا، وبترسله بعد كده في بيان لبريك.com، ولو هو يعني بيراجعوا الموقع، بيراجعوا الفيديو، اسف، بيراجعوا الفيديو، ولو لقوا ان الفيديو معاييره كويسه وبيطابق الشروط بتاعتهم اللي هقولها ان شاء الله، بيبعت لك على طول على الباي بال بتاعك $100. نخش بشرح الموقع. وتالت موقع معانا هو موقع
break.com، الموقع اللي قلت لكم عليه، انه تقدر تنشر عليه فيديوهاتك، وطبعا بيديك $100 على كل فيديو بتنشره في الموقع. طبعا لو يعني اتنشر في الموقع زي ما الفيديوهات دي اتنشرت كده، لو الفيديو بتاعك اتنشر في الموقع بيديك $100. طبعا مش بتنشر بسهولة، لازم بيراجع الفيديو مرة واتنين وتلاتة لحد ما يشوف ان الفيديو ده كويس فبينشره. هنضغط هنا على دي عشان نعمل اكونت، هنضغط على ساين اب، وطبعا هنعمل اكونت. مثلا هعمل اكونت بالفيسبوك كالعادة، طبعا يعني الحاجات المعتادة يعني يا جماعة، مش حاجة كل الناس عارفاها يعني. ودن، ونخش على الموقع على طول. هو احسن حاجة في الفيسبوك الحاجات دي ما بطلبش منك تفعيل، مش دايما بطلب منك تفعيل. تمام، زي ما انتم شايفين هو ده الموقع. هنضغط هنا عشان نعمل لوج ان. تمام، هو هنا دخل. هنضغط هنا عشان نعمل ابلود للفيديوهات، يعني كل حاجة من الزرار ده. تمام، هنا بتحط الفيديو. تمام، هنا بتحط الفيديو، بتضغط هنا على اي كونفيرم، وبعد كده تضغط على كونتينيو. طبعا بتظهر كونتينيو لما بتحط الفيديو. تمام، وبعد كده لو بيقعدوا هما يراجعوا الفيديو، ولو طبعا يا جماعه لو فيديو حصري او حاجه طبعا بتتنشر سريعا يعني. ولو اتكلمت مثلا رئيس امريكا مثلا، تاكد ان $100 بقوا في جيبك، بحيث انك لو اتكلمت عن رئيس امريكا الجديد، انت ممكن تخش على جوجل ترند وتشوف الموضوعات الاولى في البحث، وتخش تعمل عنها فيديو وتنشره في الموقع ده، وتاكد ان هو يتنشر، لان يعني الموقع ده بيقبل الحاجات الحصريه بالذات. تمام، وده كان تالت موقع. رابع هوايه او رابع طريقه معانا النهارده، الترجمه on Babel. بتعرف اكتر من لغه؟ طبعا لازم تكون تعرف اكتر من لغه، لغه مثلا عربي وانجليزي، فرنساوي وانجليزي، عربي والماني، فرنش وانجليزي، حاجة لازم لغتين مع بعض. لو ليك في اللغة الانجليزية او الفرنسية بالاضافة الى العربية طبعا، لو عندك شرط من الشروط اللي انا قلتهم دول، يبقى انت مؤهل لربح $18 على كل ساعة هتقضيها في موقع Unbabel. Unbabel من المواقع المشهورة جدا في الترجمة، وبيديك $18 في الساعة، بيديك قطع ترجمة، ولو ترجمت بشكل صحيح مبروك عليك يا معلم، $18 كل ساعة، يعني ساعتين في اليوم بأكتر من يعني قول مثلا 15 يوم من شركات الإعلان وأدسنس والهبل ده كله. أعتقد إن مفيش أحسن من كده، يعني إنك تعرف لغتين عربي وإنجليزي. لو تعرف لغة إنجليزي بس طبعا لازم تكون متقن اللغة كويس جدا، ده الكلام طبعا بتوع الجامعات واللي معديين يعني في الإنجليزي، هما يعني ممكن هينجحوا في موقع Unbabel. ونخش في شرح الموقع. نخش في رابع موقع اللي هو Unbabel للربح عن طريق الترجمة. اول دي طبعا واجهة الموقع، اول ما تفتح الموقع تخش على Translators، مترجمين، وتعمل Sign Up زي ما هو بيقول لك $18 كل ساعة. هنضغط على Sign Up عشان نترجم ونبدأ الشغل. نكتب هنا الاسم، وهنا الاسم مرة تانية، وهنا الايميل، وبعد كده نضغط على Continue، ونضغط على Continue. بتختار اللغة الأم، يعني اللغة بتاعتك هي مثلا العربي، اللغة التانية اللي هي الإنجليش. تمام، يعني انت مثلا بتتكلم عربي بتحولها لإنجليش. لو اخترت هنا إنجليش ممكن تحول أكتر من لغة، يعني الإنجليش اللغة الأم بتاعت الإنجليش فيها أكتر من حاجة، من إنجليزي العربي ممكن تعملها، يعني مثلا كونتينيو بيقول لك من العربي الإنجليزي عادية، أما من إنجليزي العربي كراودد، انت بتختار العادية أحسن. تمام، عشان كده دي ممكن ما تلاقيش تيست، ما تلاقيش اختبارات ليك. طبعا هو بيختبرك الاول، الموقع طبعا بيختبرك، وبعد كده بتخش في الربح على طول. موقع جميل جدا والله يا جماعه. بيقول لي هنا اعمل لوج ان، طبعا لازم نخش على الايميل ونعمل اكتيفيت عشان تقدر تعمل لوج ان. تمام، بعد كده بيقول لك هنا اختار الباسورد، انا هكتب باسورد. ونخش
على الموقع. زي ما انتم شايفين دي الداشبورد بتاعتي، تمام. هنا بيقول لك جيت فيرفايد ارابيك تو انجلش، يتاكد هنا ان انت يعني كويس في اللغه ولا لا. هنا تضغط هنا على جيت فيرفايد عشان يختبرك. هنا بيقول لك ان مفيش اختبارات دلوقتي. طبعا انت يعني شويه بيجي لك اختبارات. يعني هو ده الموقع الرابع، ونخش في الموقع اللي بعد كده. خامس طريقه معانا النهارده اللي هي الكتابه، ليست فيرس. الربح عن طريق كتابه المحتوى. عندك محتويات سياسيه، اخبار، طرق لعمل شيء معين، يبقى انت كده مؤهل لربح $500 على كل موضوع هترسله للموقع. ولكن هناك بعض الشروط لازم تتبعها للموقع. لازم يكون الموضوع بتاعك ما يقلش عن 1500 كلمة، ولازم يكون مقسم الى 10 نقط. يعني ايه؟ يعني مثلا 10 طرق للربح من الانترنت، 10 طرق لعمل مدونة بلاجر، 10 طرق لعمل موقع على الانترنت، 10 طرق لتصميم صورة على الفوتوشوب. اي حاجة لازم تكون اللي انت بتعمله مكون من 10 طرق، تمام. ونخش في شرح اخر موقع معانا النهارده، ونيجي في الموقع الخامس بتاعنا اسمه ليست فيرس. الموقع ده بيديك $100 على كل مقالة بتكتبها في الموقع. $100 على كل مقالة بتكتبها في الموقع. طبعا لازم تكون المقالة من 1500 كلمة، بتكون بالانجليزي، وبتدفع عن طريق الباي بال. في ساعتها بيديك الفلوس. بتكتب هنا اسمك، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباي بال ادريس، ايميل الباي بال، وهنا بتكتب اي معلومات عن الكاتب اللي هو انت، وهنا بتكتب العنوان your top 10 list. لازم الموضوع اللي هتكتبه من 10 حاجات. بتكتب هنا العنوان، وهنا بتكتب حاجات عن يعني حاجات عن الليست اللي انت هتكتبها، ال10 حاجات اللي انت هتكتبهم، وهنا بتكتب ال10 حاجات اللي انت هتكتبهم. بعد كده تضغط على I agree to the terms and the conditions، وبعد كده بتضغط على submit list، وبيراجعوا الموضوع في ساعة او ساعتين. بيجي لك رسالة على الايميل بتاعك من انك تم قبول الموضوع بنجاح، يا اما تم رفض الموضوع، وبيديك الاسباب. وطبعا بتخش تعدل في الموضوع وبتعمل موضوع جديد، ولو اتقبلت بيدفع لك $100 على طول. معلش انا كنت قلت في الاول ان هم 500، لكن والله كان 500 فعلا من فترة، لكن يعني بقالي فترة ما تابعتش الموقع يعني، فبقيت $100. مع اسف يعني في الحتة دي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو كنت مش مشترك في القناة اشترك معنا في القناة عشان يصلك جديد الشروحات من قناة عرب زيتيوب. كان معكم مصطفى من قناة عرب زيتيوب، في امان الله. وبس كده، هو ده كان محتوى حلقة النهاردة من قناة مستر بومتك. وكانت حلقة من الحلقات الجميلة جدا اللي انا بفتخر بيها وبعتز بيها جدا من قناة عرب زيتيوب، قناة طبعا القديمة اللي اتقفلت. وبشكرك على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في قناة مستر بومتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.